النهارده وزي ما عودناكم كده مع البدايه بنحب نفتح موضوع ونتكلم فيه. النهارده عاوز اتكلم عن حاجه اسمها مبدأ تكافؤ الفرص في الالعاب الفرديه والجماعيه، وده فيما يتعلق بالمشاركه سواء كانت في العاب فرديه او جماعيه، لان من الظلم بصراحه ان تتعامل مع كل الاتحادات والالعاب بنفس المعيار وبنفس المستوى او بنفس النقد مثلا. كلام معناه ان الالعاب مختلفة في المنافسات بتاعتها، واخص بالذكر طبعا الرياضات الاولمبية، مستوى المنافسة فيها قاريا، انا اتكلم بالشكل او بالتخصص القاري على مستوى افريقيا مثلا، قاريا المنافسة متباينة بشكل كبير، وبالتالي ما ينفعش اساوي في المعاملة بين اتحاد والتاني او بين لعبة والتانية. خلونا نبدأ مثلا كده الالعاب الفردية. رفع الأثقال واحدة من الألعاب اللي احنا متفوقين فيها، بل نعتبر مسيطرين على القارة الأفريقية بشكل كبير، وما اظنش ان من يعني من المقبول او من المتوقع اننا نروح نشارك في اي بطولة أفريقيا في رفع الأثقال وما ناخدش مركز اول واكبر عدد ميداليات. ده بالنسبة لرفع الأثقال. ليه بقى؟ لان عندنا ربعينا زي ما قلت مسيطرين على المستوى الأفريقي، منافسة ممكن تيجي لك في وزن في وزنين، ولكن الباقي احنا عارفين سواء ناشئين او شباب او كبار. فانت في رفع الاثقال لما تروح بطولة افريقيا كرباع مصري ما ينفعش تروح تجيب لي فضة. اتكلم بصراحة، ما ينفعش تروح تجيب لي فضة. ليه؟ لان رياضة رفع الاثقال هي الاولى على افريقيا. ولو اتكلمنا حتى على المستوى الاولمبي، المستوى الاولمبي عرب افريقيا لم يحققوا اي ميدالية في رياضة رفع الاثقال. الميداليات كلها لعرب افريقيا خاصة بمصر فقط. عرب اسيا في حققوا، لكن بتكلم على مستوى مثلا عرب افريقيا، لا احنا الاول. فتقول لي منافسة هنا منافسة هنا، لا انت اجمد. ده بالنسبة لرفع الاثقال. طيب المصارعة كمان واحدة من الرياضات اللي احنا متفوقين فيها على المستوى الافريقي بشكل كبير جدا. والمصارعه دي لينا معاها وقفات كتير بصراحه. يعني ما ينفعش مثلا تروح برضو نفس الحكايه في المصارعه وتيجي تقول لي انا بطل افريقيا، انا جبت تاني افريقيا. ايوه يا فندم، كده كده مستوى الافريقي احنا اقوى ناس في المصارعه في افريقيا، تعالى نتكلم بصراحه، وخصوصا في الروماني الحره شويه. ها هتلاقي في دوله ولا اتنين بتنافس معاك شويه، بس انت في الروماني انت رقم واحد. فيجي واحد يقول لك انا تاني افريقيا، لا انت فشلت، مع احترامي ليك بقى معلش، انت كلاعب ما ينفعش تروح تجيب لي تاني افريقيا. مصارعه لعبه احنا بناخد الكاس، كاس المركز الاول، واحنا في الطياره، واحنا على سلم الطياره. فالمصارعه واحده من الالعاب اللي احنا متفوقين فيها بشكل كبير. كان في ملف كده كنت عايز افتحه، كلموا فيه في الاعلام كتير جدا عن احد اللعيبه اللي هو اللي هرب ومش عارف ايه، وقال لك انا تاني افريقيا وبيدوني مش عارف 400 جنيه. كلام فاضي. اولا تاني افريقيا، انت في المصارعه انت مصارع معلش لا تصلح تمثل مصر في المصارعه. لو مش راح تجيب اول اقعد في بيتكم. اتكلم على مستوى المصارعه. نفس الحكايه في الكاراتيه، نفس الحكايه في الكاراتيه حتى لو هي لعبه مش اولمبيه. الكاراتيه برضو ما ينفعش انا اروح افريقيا اقول لك انا جبت تاني افريقيا. ليه؟ لان احنا مصنفين الاول على العالم. انت بتروح تنافس مع الدوله اللي مخترعه اللعبه، يعني بترتب مع المركز الاول او الثاني، ولكن هم بياخدوا مركز اول عشان عندهم الكاتا، هم مخترعين، هم اللي بيطوروا فيها. فانت في الكاراتيه ما ينفعش تقول انا رايح اجيب تاني افريقيا، لا انت اول افريقيا. على المقابل ما ينفعش بقى اقارن الالعاب دي مثلا بلعبه زي الملاكمه. الملاكمه المنافسه على المستوى الافريقي صعب جدا. لو اتكلمنا على مستوى حتى شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، منافسة قوية جدا. تحت بقى افريقيا، من تحت دول افريقية بقى اللي تحت اللي في الجنوب بقت جامدة جدا دلوقتي في الملاكمة كمان بسبب العوامل الفسيولوجية، العوامل الجسمانية، العوامل القوة، بقت صعبة جدا الملاكمة. اما اروح انا بقى اتأهل باتنين لاعبين في الرجال ولاعبة في السيدات في افريقيا، انا كده عملت انجاز. بتكلم عن ملاكمة، انت عملت انجاز. ليه بقى؟ لان التأهل هم سبع اوزان، 280 ملاكم بيختاروا منهم سبعة بس يروحوا الاولمبياد.
انت خدت مقعدين فانت كده عملت التارجت. وفي البنات اهلت فتاه لاول مره في تاريخ الملاكمه بنت تتاهل لدوره العاب اولمبيه، فانت عملت اللي عليك شكرا. نفس الحكايه العاب القوه، فيها بعض التخصصات في العاب القوه المنافسه فيها مستحيله على مستوى الافريقي بصراحه. الماراثون، العاب الماراثون، الماراثون اصلا لو انت يعني انت كلاعب مصري في الماراثون رحت جبت ميداليه او جبت ذهب في بطوله افريقيا في الماراثون، معنى كده هتجيب ذهب في الاولمبياد. لان مين المتفوق؟ كينيا، اثيوبيا، المغرب العربي متفوقين. العاب السرعه بدا يطلع عندنا بريقه امل في السيدات، واحده زي بسنت حميده. العاب المتوسطه او المسافات المتوسطه بدانا نشوف ها منافسه، ولكن في العاب طبعا في الرمي احنا عندنا الرمي متفوقين في بعض التخصصات برضه مش في كل التخصصات. فالعاب القوه برضه من الالعاب الصعبه المنافسه فيها في افريقيا في العدو وفي المسافات الطويله. طيب العبره هنا بحجم وشكل المنافسه في اللعبه نفسها. وعلشان كده هتلاقينا بنقول على لاعب خد ميداليه في بطوله افريقيا انه عمل انجاز كبير جدا، وعلى لاعب تاني حصل على ميداليه في بطوله افريقيا انه نجح في بطوله افريقيا. تجيش تقول لي مثلا الاسكواش لاعب رغم انها مش لعبه اولمبيه لاعب جاب ميداليه في افريقيا يبقى انت لا انت سكواش انت مسيطر على العالم، انت مشفر اللعبه. نفس حكايه تنس الطاوله، عندك منافسه من نيجيريا شويه في الرجال ولكن انت برضو مسيطر. ففي العاب ما ينفعش ان انا اقارن بلعبه تانية، ما ينفعش اساوي بين لاعب ولاعب مصري على ميداليه في لعبه مسيطره على افريقيا ولعبه تانية مش مسيطره. تمام؟ بس عشان مبدا تكافؤ الفرص، لان بلاقي لعيبه تطلع تقول لك انا جبت برونزيه افريقيا في المصارعه. انت او برونزيه افريقيا في الكاراتيه، لا يا حبيبي انت مطلوب منك ذهب لانك انت بلدك ودولتك اقوى من كده، اقوى من الميداليه البرونزيه. انت رايح حامل اسم مصر على كتافك. واحنا متفوقين في اللعبه دي على المستوى الافريقي، فما تجيش تقول لي انا جبت ميداليه برونز، انت ما حققتش حاجه. انت ما جبتش التارجت. تعالوا نبص كده بقى كمان على الالعاب الجماعيه بقى. ما ينفعش اساوي كره اليد والكره الطايره وكره السله على مستوى المنافسه الافريقيه، ما ينفع، صعب. هنا برضو لو سويت الثلاث العاب على المستوى الافريقي يبقى انا كده ما فيش مبدا تكافؤ الفرص. كره اليد مثلا هتجد فيها ان المنافسه مقتصره على منتخبين هم مصر وتونس، والجزائر شويه يعني ها بدات ترجع شويه. الفترة الأخيرة كانت الجزائر متأخرة كتير قوي في على المستوى الإفريقي، كانت من الدول أو من المنتخبات القوية، ولكن عندهم دروب دلوقتي نتمنى يرجعوا تاني علشان الدنيا تكون كويسة يعني. ولو بصينا على سجل المنتخبات في اللي توجت بألقاب أفريقيا هتلاقي إن الألقاب الإفريقية وعددها 25 لقب في كرة اليد، هتلاقي ثلاث منتخبات فقط بواقع 10 ألقاب لتونس، 8 ألقاب لمصر و7 ألقاب لمنتخب الجزائر، وبالتالي المنافسة هنا محدودة في الهاندبول في كرة اليد. ومنتخب الجزائر مثلا آخر لقب فاز بيه كان 2014. تأخرت الجزائر كتير في المنافسة من 10 سنين تقريبا. واللقب اللي قبله كان في 96، يعني منتخب الجزائر بيظهر على فترات. لكن المنافسة الحقيقية دلوقتي في كرة اليد ما بين مصر وتونس. طيب. زي ما شايفين كده عدد الألقاب والدول اللي حصل عليها، طبعا تونس 10 ألقاب، مصر 8، الجزائر 7. طيب هنروح للكرة الطائرة هتلاقي إن عدد الألقاب في البطولة الإفريقية، وإحنا هنا بالمناسبة بنتكلم على مستوى الرجال فقط، لسه ما اتكلمناش على السيدات يعني. وإن شاء الله في حلقة تانية هنتكلم على منافسات السيدات. هتلاقي إن عدد الألقاب في الكرة الطائرة الإفريقية 24 لقب. فاز بيها 4 منتخبات فقط بواقع 11 لقب لتونس، 9 لمصر، 2 للكاميرون، 2 للجزائر. زي ما موضح قدامكم على الشاشة. يعني المنافسة الحقيقية برضو ما بين مصر وتونس في كرة الطائرة، بدليل ان منتخب زي تونس تواجد في المباراة النهائية في البطولات الافريقية 18 مرة، فاز باللقب 11 وخسر 7 نسخ. منتخب مصر تواجد في المباراة النهائية 15 مرة، فاز باللقب 9 مرات وخسر 6 مرات فقط. طيب نروح بقى لكرة السلة. كرة السلة الوضع فيها مختلف. في كرة السلة في اختلاف عدد ألقاب البطولات الإفريقية في كرة السلة، 30 لقب إلى الآن فاز بيهم
8 منتخبات، بتتكلم على 8 منتخبات بس، يعني 8 منتخبات فازوا باللقب. فالمنافسه هنا شرسه جدا على المستوى الافريقي في كره السله. ال 30 لقب موزعين كالتالي في كره السله: انجولا وهي صاحبه الرقم القياسي ب 11 لقب افريقي، وراها مصر 5 القاب افريقيه، السنغال 5 القاب، وتونس بثلاث القاب، كوت ديفوار لقبين، وافريقيا الوسطى لقبين، ثم لقب لنيجيريا ولقب للمغرب. ده بقى اللي بقوله وبتكلم عليه، ما ينفعش نساوي ما بين كل الالعاب على مستوى المنافسه الافريقيه. ولازم نكون احنا كجمهور فاهمين ده كويس، وفاهمين ان الفرص مش بتتساوى في الالعاب. كره السله المصريه ها بدانا يعني نرجع تاني ونبدا نتحط على التراك تاني، بس محتاجين شغل كتير اكتر، محتاجين يعني نزق اكتر مع كره السله، محتاجين شغل كتير وشغل مكثف.